الطريق إلى أجافاي الممتعة تتميز بمساحات شاسعة من الحوامض وأيضا بأشجار الزيتون، والمنطقة أيضا تستحق الزيارة لأنها منطقة قاحلة ممتعة. تحية لكم. ركوب الجمال وركوب القوات، وأيضا تتميز بإقامات سياحية رائعة. تحية لكم من هذه المنطقة القاحلة أجافاي. مشهد رائع فعلا من المقهى فوق الهضبة على المنطقة القاحلة، ويضم كل أنواع العصائر والشاي والقهوة، والجلسة رائعة في هذا المكان الجميل. تحية لكم من هذا المكان الرائع، المنطقة القاحلة لأجافاي. نحن نغادر المقهى الآن ولنا شوق للعودة إلى نفس المكان لاحقا إن شاء الله. تحية لكم وإلى اللقاء.